سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع بسم الله سبحان الذي
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
ذرية من
Oh,
لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar, para pecinta seni tilawah Al-Quran di mana saja berada, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga keberkahan selalu menyertai kita sebagai orang-orang yang beriman dan sebagai orang-orang yang mencintai ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.